تقدم سيادة الأخ رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء لمصافحة وتهنئة اللاعبين اللي وصلوا لهذا الدور النهائي. ومعروف أن اتحاد العاصمة اللي هو يعتبر واحد من فرق البطولة الجهوية دائما يلعب أدوار كبيرة خلال الكأس، ولكن لسوء حظه كل مرة يصل كما يقولوا العين ما يشربش في محاولة لأن يغرف حتى هو بدوره من هذا الكأس. أما مولودية الجزائر فهو فريق كذلك أحرز على الكأس سنة 71 أمام نفس الفريق أمام اتحاد العاصمة اللي راه يظهر اليوم بلباس أبيض. ونعطيكم التشكيلة تاع الفريقين: اتحاد الجزائر زرقاء زريبة دباح سعدي كدو عبدوش بروجي عبدي عطوي مزياني وعيسوي. مولودية الجزائر آيت مهوب، رقم 2 محيوز، رقم 3 عمروس، 4 باشطة زنير مالوفي بطروني باشي بوسري عيزل دراوي وعزوز كاوا لاعبين احتياطيين. المدرب خبطوا بهذا عطوي ومزياني امام ضربه البدايه من عناصر اتحاد العاصمه. ينطلق اتحاد العاصمه من اليسار الى اليمين بلباس احمر، اما اللباس الابيض كما كنت نذكر فهو لمولوديه الجزائر. مزياني معاه بروجي على الجهه اليمنى من امام زنير عطوي يسجل اول هدف امام ايت موهوب. عطوي تمريره قام بها مزياني بروجي عطوي بكل روعه يسجل اول هدف بعد 18 دقيقه من الشوط الاول. مره اخرى ترجع لعزوز دراوي في هربه من ناحيه الجناح الايسر وربما الهدف. هدف التعادل وهذا في الدقيقة 36 من هذا الشوط، هدف جميل جاء إثر تمريرة من الجناح الأيسر دراوي اللاعب الدولي. النتيجة متعادلة 1-1 بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر. محيوز بطروني كذلك في هربة من جديد مرة أخرى وجه لوجه أمام زرقاء وكاوا يسجل. كاوا اللي يحمل رقم 12 بعد هربة يسجل الهدف الثاني بعد 6 دقائق من الوقت الإضافي. تنطلق المقابلة من جديد بطروني على الجهة اليمنى بطروني من عند بوسري وجه لوجه كذلك مرة أخرى مع زرقاء ويسجل الهدف الثالث. بوسري بعد هربة والدفاع بتاع اتحاد الجزائر كان أخذ عن ذرة كان ينتظر من دون ما يعمل حتى شيء. هربة الأولى أقل من دقيقة بوسري وبطروني هما اللي سجلوا الهدف الثالث. عبدي هجوم معاكس باشي بطروني وحده نازل ربما الهدف الرابع يخرج زرقاء وهكذا تبقى الشبكة بدون حراسة وبطروني يسجل الهدف الرابع لصالح مولودية الجزائر وهذا في دقيقة 12 من الشوط الثاني أو من المرحلة الثانية أقل من 3 دقائق. النتيجة 4-1 بالنسبة اتحاد الجزائر يحاول باش يسجل هدف ثاني ربما ويسجلوا عطوي وهذا في الدقيقة الأخيرة من المقابلة. عطوي سجل الهدف الثاني وهكذا يعلن السيد الحكم بن غزال عن نهاية هذه المقابلة بفوز فريق مولودية الجزائر بكأس الجمهورية.